أهلا وسهلا بمشاهدي قناة الشروق برنامج ستار نيوز. طبعا معي المخرج المخضرم الغني عن التعريف خالد يوسف. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أنت يعني ضيف وهران في عديد المناسبات وطبعات هذا المهرجان الذي يعتبر محج للأفلام العربية. اليوم السينما، يعني سؤال بسيط، السينما في الجزائر من خلال يعني أغلب الأفلام التي شاهدتها، كيف تجد الجزائر اليوم في 2018 من خلال السينما الشاشات؟ أجد أنها سينما واعدة جدا، جديرة بأنها تصبح صناعة كبرى يعني في المنطقة، ومش بلاد كتيرة في المنطقة العربية عندها قاعدة صناعية تتمثل في كوادر فنية ومواهب في كل المجالات زي الجزائر. وبالتالي أنا كل أملي أن تدعم الدولة الجزائرية السينما الجزائرية كل الدعم كي تصل إلى مصاف الصناعات الكبرى اللي تعبر، تقدر تظهر وجه الجزائر الحضاري، وتقدر تصدر منظومة القيم الحاكمة للمجتمع الجزائري، وتعرف الناس من هي الجزائر وما هو شعبها وما هو أصوله. بعتقد أن السينما حاجة مهمة جدا، أحد القوى الناعمة المؤثرة في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة على مستوى العالم، وأنا بعتقد أنه بناشد الدولة الجزائرية أن تهتم أكثر. هي مهتمة، لكن أنا بأطالبها أن تهتم أكثر، وبأطالب نفسي أنا كمان والدولة المصرية أن تهتم بالسينما المصرية، ويبقى فيه كمان إنتاج مشترك ما بين السينما المصرية والسينما الجزائرية، لأن ده يسري السينمتين ويسري التجربة السينمائية اللي في النهاية هتبقى في صالح الشعب العربي بشكل عام. بالنسبة للأعمال، يعني أعمال قادمة أو يعني برنامج ستار نيوز احنا يحب الحصريات، بالنسبة للفيلم السينمائي تحضروا ممكن في المستقبل؟ أنا شارع في مشروع كبير، فيلم تاريخي عن الأندلس، عن سقوط الأندلس، وبإذن الله احتمال كبير كمان يكون أحداثه هتتصور كمان في على أرض الجزائر. فده المشروع الجديد بإذن الله، بس هو ياخد تجهيز بعض الوقت أزيد، يعني ياخد وقت أكتر من أي فيلم آخر، لأنه فيلم تاريخي يتحدث عن القرن 16. بالنسبة ليوسف شاهين المخرج، يعني قداش نشوفه فيلم سيرة ذاتية؟ نعم، فيلم سيرة ذاتية عن يوسف شاهين. يوسف شاهين ما خلاش لينا حاجة نقولها عنه، لأنه هو قال كل حاجة عن نفسه بمنتهى الصدق، فعمل سيرته الذاتية في أفلام اسكندرية ليه، ثم اسكندرية كمان وكمان، ثم اسكندرية نيويورك، وبعض الأفلام الأخرى حتى اللي هي مش سيرة ذاتية هي فيها بعض من نفسه يعني. فهو لم يترك لنا شيئا لنؤرخه عنه، هو أرخ عن نفسه وصدر علينا في أن احنا نحكي عنه، لكن نقدر نحكي عن تجاربنا معه لو شاء القدر. أكيد تجربتي مع يوسف شاهين أكثر من 20 سنة رافقته وتتلمست على يديه، وكان هو الأب والمعلم، وكنت أنا التلميذ والابن. تجربة يعني أنا بعتقد في أهميتها في حياتي، فيمكن في يوم من الأيام كلنا في الهم شرق، ويصعب أن أنت تلاقي قضية حتى اجتماعية، ظاهرة اجتماعية موجودة في مصر ملهاش نظيرتها في الجزائر. وبالتالي عندما تتحدث من مصر عن مصر فأنت تتحدث عن الجزائر، عندما تتحدث عن الجزائر أنت تتحدث عن مصر. فبعتقد أنه الهم واحد، الإنسان العربي واحد، همومه واحدة، أحلامه واحدة، طموحاته واحدة، تحدياته واحدة، هي ثقافة واحدة وأرض واحدة، وبالتالي تكلم عن الواقع الجزائري كما شئت ونزل الفيلم في مصر هتلاقيه أكنه بيتحدث عنه.